المفروض أن تكون الأولى من نوعها في فلسطين من كوادر طبية متخصصة، وطبعا طبعا من تجهيزات ومن مستشفى عيون ومن كوادر طبية ومن دعم ألماني فنزويلي إن شاء الله على ما نعتقد. إذا مدينة طبية على أراضي سوريا، على أراضي السردة عفوا، سنشهدها قريبا، راي عقلي بسوريا. إذا نرحب معنا بضيوفنا الكرام، الدكتور إبراهيم غنام رئيس مجلس الإدارة في جمعية الرعاية الطبية، سعد صباحك، وأيضا دكتور أحمد عناب عضو جمعية الرعاية الطبية، سعد صباحكم. يعني بداية أبدأ من عندك دكتور إبراهيم، مدينة طبية على أراضي سردة، فحوى هاي المدينة وإمتى رح يتم البناء؟ يعني هي مدينة طبية، مدينة فلسطين الطبية كما قلت، هي راح تكون إن شاء الله المدينة الطبية الأولى في فلسطين. متى سيبدأ؟ إن شاء الله إحنا في طور البدء، حيث بدأنا بشكل جدي بعد الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية الرعاية الطبية. قريبا جدا سيبدأ بتنفيذ أول مشروع اللي هو المستشفى طب العيون أو المستشفى طب وجراحة العيون التخصصي اللي تبرعت فيه فنزويلا للسيد الرئيس، وبتعرفوا قصة التبرع كيف كانت. فإن شاء الله راح يكون في تفاهم بيننا وبين وزارة الصحة من أجل إقامة هذا المستشفى في الأراضي التابعة للجمعية، بالإضافة لمشروعنا اللي هو المدينة الطبية. يعني الأرض موجودة وكل شيء موجود، الأرض موجودة والبنية التحتية موجودة، وإن شاء الله الكوادر البشرية كمان موجودة. ولكن خلينا نسأل عن الأموال إذا موجودة أو مش موجودة سيد أحمد عناب، يعني هذا مشروع كبير وضخم، يعني إحنا متعودين على مستشفيات صغيرة. صحيح. أما المدينة الطبية فهذا أكيد بده إمكانية. هي المدينة الطبية هي الطموح النهائي، هي الهدف النهائي، لكن طبعا هذا لا يؤسس مرة واحدة. احنا الان طبعا تحصيل الاموال من مصدر واحد صعب جدا، فلذلك الجمعيه لما انهت التفكير والتصميم والتخطيط لهيك مدينه قامت على شراكات، ما قامتش على مصدر واحد، يعني شراكات مع قطاع خاص، شراكات مع الدوله من خلال وزاره الصحه، وشراكات مع المجتمع المحلي. فلذلك موضوع مستشفى العيون راح يكون بالشراكه مع الحكومه اللي هي وزاره الصحه، والمستشفى الألماني راح يكون بالشراكة مع شركة ألمانية قائمة في هامبورغ اللي هي بتسعى لإقامة مستشفى تخصصي، ونأمل أن يكون مستشفى العظام التحويلي للضفة الغربية ومع قسم كبير للطوارئ، وهذا بحاجة كتير إلى البلد. طبعا أنتم بتعرفوا أنه إحنا فقدنا المستشفى التحويل العظام الوحيد اللي كان موجود في بيت لحم، والآن نسعى لخلق بديل أو خلق شيء حديث عنه يكون موجود في منطقة الوسط. موضوع التمويل احنا كتير كتير متحفظين في هذا المجال، لا مش قصة اسماء، انه بدناش نعطي امال قوية الا لما يتحقق الشيء. فاحنا شبه متأكدين، طبعا الفنزويلي تمويله موجود والالماني الان ضل العربي او الفلسطيني. لا هي مجموعة من المؤسسات الصحية اللي راح تخلق مجمع مستشفى تعليمي. يعني احنا هدفنا تعليمي وهدفنا تدريبي وهدفنا بالاساس خلق الكوادر المحلية وتدريبها. هذا الاساس، وخاصة مع وجود كليتين طب الان صاروا عندنا في البلد. فهذا مهم جدا. صحيح. طب دكتور ابراهيم بدي اسال هون، شكل المستشفى او نظام المستشفى راح يكون حكومي خاص اهلي ما الى ذلك؟ صحيح. يعني هذه قضية برضو نسأل فيها كثيرا. هو راح زي ما حكى لك دكتور أحمد، راح يكون في يعني تعاون ما بين جهات حكومية وجهات خاصة وقطاع خاص. موضوع المستشفى فنزويلا زي ما حكينا أنه هو مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة، أما فيما يتعلق في المدينة الطبية أو المستشفى التعليمي التخصصي راح يكون مشاركة مع القطاع الخاص من أجل إنشاؤه. فإحنا معنيين حتى ونطلب كمان من كافة القطاعات الخاصة ذات العلاقة في هذا الموضوع أن تساهم، لأنه بتعرف مساهمة القطاع الخاص ينجح شيء يعني مهم جدا في هذا الموضوع. طيب دكتور أحمد عناب، أنت تحدثت عن وجود ربما مستشفى تحويلي للعظام ومستشفى عيون، إيش ممكن كمان نشوف تخصصات في هذه المدينة؟ والله هذا شوفي جهد لا تنفرد فيه الجمعية. يعني إحنا بنحب نتشاور مع وزارة الصحة في هذا المجال، ونتشاور مع المجتمع الطبي في البلد وكل من يهم الأمر، حتى نقدر ما نخلق ازدواجية في العمل. احنا هدفنا انه نخلق مؤسسات يكون لها استمرارية وتخدم البلد، وخاصة في تقليص التحويلات. هذا مهم، مهم. صحيح. يعني احنا مؤسسة الدولة عم تتكبد تكاليف باهظة جدا في موضوع التحويلات
ناهيك عن موضوع التشتت في المرضى هنا وهناك، هذا مهم جدا. يعني مريض بكون في مصر، مريض في الأردن، مريض في القدس، احنا او في مناطق اخرى بتتحول عليها. هذا الهدف، انه نخلق مؤسسات تستطيع انها تقلص الى حد كبير موضوع تحويل المرضى. يعني زي ايش؟ يعني خلي الناس يعرفوا. يعني مثلا زي ما تفضل الاخ الدكتور ابراهيم، موضوع العيون والعظام هذه مثلا كثير احنا بنحول عليها مرضى. السرطان بنحول عليه مرضى كثير. نامل انه في المستقبل مثلا يكون عندنا مركز سرطان في المدينه الطبيه. هذا بده تفكير جدي مع وزارة الصحة كيف إنشاؤه. لأنه شوفي، فيش دولة في العالم تقدر تدفع فاتورة الصحة لوحدها. صحيح. يعني ما في حكومة الآن بتقول لك أنا بدي أغطي كل شيء. لازم يكون في شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، المؤسسات الـ NGOs، إنها يصير تقاسم وظيفي ما بينها حتى تقدر هذا اللي هي الجهاز الصحي تقومي فيه. أما فاتورة والله مرتفعة جدا. هو راح تظلها ترتفع. صحيح. في العالم كله. لذلك الريفورم اللي صار في أمريكا سببه الفاتورة. سببه انه التكلفة الباهظة جدا. لذلك ما بتقدري انت تقولي قطاع صحي خاص بحت او قطاع صحي حكومي بحت. لازم ينخلق شراكات بين الطرفين حتى تقدري انت تتقاسمي الفاتورة. صحيح. دكتور، بناء هذه المدينة الطبية، خاصة احنا بنحكي على 100 طبيب حسب احصائيات نقابة الاطباء هاجروا الى خارج فلسطين للعمل خارج دولة فلسطين، ربما هذا المشروع للمدينة الطبية يحفز بعض من هاجروا للعودة. يعني أستاذ ثاني، على موضوع أنه 100 طبيب هاجروا من نقابة الأطباء، يعني هذا رقم هو بيحكي لك في الفترة الحالية. نحن نفقد من الكفاءات الطبية والتخصصية أكثر من ذلك بكثير. صحيح. يعني إحنا كجمعية رعاية طبية قمنا بإرسال مجموعة كبيرة تزيد عن 30 طبيب 36 طبيب من أجل اختصاص في اختصاص طبية، وعاد جزء منهم، ولكن مجموعة أو تخصصات بقيت. معينة لم نستطع بقيت، مش لأنه بقيت، لأنه لم نستطع أن نحتضنها. يعني ما لا نستطيع يعني فرصة أن نؤمنها فرصة عمل، لا، وكمان ما في إمكانات أنك يعني تحتضن هؤلاء الأطباء بطريقة أو بأخرى. مشروع المدينة الطبية سيستقطب هذه الكفاءات الطبية التي هاجرت، سيمنع من الهجرة بطريقة أو أخرى، وسنحصل على عندنا أسماء يعني رنانة في العالم، مش في العالم العربي، في كافة في العالم كله، أطباء فلسطينيين إخصائيين على مستوى عالي جدا، ولكن للأسف لم تتح لهم الفرصة نتيجة الوضع القائم حاليا. لكن أريد أن أزيد هنا بأن موضوع التحويلات اللي حكى الدكتور أحمد عنه، نحن في أحد اللقاءات مع السيد الرئيس قال عبارة أنه لا نريد تحويلات من الآن فصاعد، وهو يعني نحن نعمل بتوجيهات السيد الرئيس من أجل بناء هذه المدينة الطبية، ومصمم على إنشائها، ومصمم على وضع حجر الأساس في القريب العاجل. فالقصد في الموضوع أنه ليست فقط استقطاب هذه الكفاءات، ولكن سنقوم بتدريب الأطباء الخريجين الجدد. المؤسسات التدريبية الحالية أنت تعرف يعني الواقع. صحيح. الفلسطيني متواضعة، خلينا نحكي عنها متواضعة. نحن بحاجة، يعني نحضر إخصائيين من الخارج ونبتعث يعني إخصائيين من هون من أجل التدريب، تصير في عنا تبادل. نعم صحيح. ليش لا؟ طيب دكتور أحمد عنب، تتوقعوا الإجراءات إنشاء هذه المدينة الطبية تتم بسرعة، ولا ممكن يكون في بيروقراطية تعقيدات؟ بالضبط، تفاؤلكم أو عدمه في هذا السياق؟ والله شوفي، إنشاء مستشفى أو إنشاء مؤسسة صحية في العادة هي شغلة معقدة شوي، مش بسبب بس إجراءات. لا، أنا بتصور الإجراءات مع مؤسسات دول راح تكون سهلة جدا، لأنه الدولة جدا معنية أكيد في أنه يكون ينقام مؤسسات من هذا النوع. القضية بتتم أنه من طبيعة تقنية العمل، مستشفى عيون أو مستشفى ألماني بيحتاج لوقت، لكن مش وقت طويل. أنا بأكد على اللي قال الدكتور إبراهيم، هي الأساس الكوادر، الأساس الكوادر المتخصصة اللي تقدر تبني عليها هاي المرافق. هي الحاجة يعني بصراحة ما بتقدر تقولي أنا بخلال 5 سنين راح يكون عندي هيك وهيك وهيك، لا، تقدر تقولي إنه أنا بدي أبدأ اليوم أسس لموضوع مستشفى عيون ولا مستشفى عظام أو مركز التعليم الطبي المستمر، وأمل إنه في خلال 5 سنوات إنه أكون عامل على الأرض أو فعال على الأرض. وهذا الحكي أظني نستطيع إنه نقول إنه بنقدر ننفذه بوجود الإرادة وبوجود الكوادر الموجودة وبوجود كوادرنا الخارجية. عندنا كتير كوادر برا غير قادرة على أنها ترجع، لأنه مش بسبب البلد أو بسبب أنه والله في صحيح. عندي احتلال أو غير احتلال، لا، بسبب أنه فيش مؤسسات تحتوي هاي الكفاءات هذا مهم جدا.
ما في مؤسسات بيقدروا يشتغلوا فيها اللي يجي يرجعوا لها، ولا هم عندهم الرغبة سواء كانوا في العالم العربي أو في أوروبا أو في أمريكا الشمالية، كتير كتير حابين يرجعوا، كتير كتير حابين يجوا يخدموا ويعيشوا ويكملوا مستقبلهم هون. هذه المشكلة اللي بيعانوها، إنه ما في مؤسسات حاضنة لهم يجوا يعملوا فيها. صحيح. طب دكتور خليني أرجع أسأل عن طبيعة البناء، الإشراف شو راح يكون، فلسطيني أم أنه إشراف خارجي، الهندسة، طبيعة البناء، مساحة الأرض اللي راح تقام عليها المستشفى؟ أوكي سيدي، إحنا بالنسبة لمساحة الأرض، إحنا موقع أرضنا في سردة بجانب قصر الضيافة اللي يبنى حاليا. مساحة الأرض التي سيقام عليها المستشفى في حدود 15 دنم المستشفى التعليم التخصصي. في المفاوضات مع وزارة الصحة سيتم تخصيص 5 دنم من أجل بناء المستشفى العيون الفانزويلي. البناء سيكون أكيد ضمن شركات كبرى تقوم فيه، ولكن أيدي عاملة فلسطينية، ولكن من المتفق عليه أنه يكون في تصميمات خارجية. صحيح. لأنه ما عندنا احتمال يكون الإمكانات، ولكن يعني الموضوع هو ليس فقط يعني نتحدث عن مدينة فلسطين الطبية، ولكن في مشاريع أخرى مرادفة لهذا الموضوع. يعني في عنا كمان مركز المعهد الوطني للتدريب أو التعليم الطبي المستمر اللي بيقوم بتدريب الكفاءات الطبية اللي موجودة حاليا، راح يكون كمان ماخذ مساحة معينة. مجموع المساحات التي سيتم استغلالها تزيد عن 30 إلى 35 دونم للمشروع الطبي. حلو. دكتور أحمد، عن يعني استطعتم أن تأخذوا دعم من فنزويلا لمستشفى العيون، دعم من ألمانيا في موضوع العظام، يعني ممكن أنكم تتوجهوا لدول أخرى لمزيد من الدعم في هذا السياق؟ هي شوفي، الدعم الفنزويلي يتوجه للدولة مش لنا، هي دعم الفنزويلي هو بيد وزارة ولكن الصحة، ولكن سيصب أخيرا في هذه المدينة. صحيح. الطبية طبعا يعني نأمل أنه نتوصل للاتفاق وزارة الصحة. يعني إحنا يعني كتير منرحب أن وزارة الصحة، مش بس المستشفى الفنزويلي العيون، أي مستشفى تخصصي بترغب فيه وزارة الصحة أهلا وسهلا يجوا يقيموه في أراضي الجمعية، لأنه أراضي الجمعية خصصت بالأصل لمشاريع صحية. الموضوع الألماني الآن قائم على أساس أنه تجري المباحثات لتوقيع مذكرة التفاهم من أجل الطرف الألماني يبدأ مع حكومته ومع المجتمع الأوروبي يجند أموال لأجل إقامة مستشفى ألماني فلسطيني على غرار اللي يقام في الخليج مثلا، في السعودية مثلا. في السعودية. هلا هذا تجربة ناجحة، لأنه يعني فعلا صار في نوع من الخدمات أو الزيارات المتبادلة ما بين خبرات ألمانية أوروبية وخبرات محلية. صحيح. المشاريع الأخرى اللي إحنا أنا بحب أنوه لها، أولا أنه أراضي الجمعية بصراحة يعني هذا تعرفوها، أراضي الجمعية هي 80 دنم الموجودة حاليا. نعم. جزء كبير مخصص راح يكون للخدمات الطبية المباشرة، وجزء آخر راح يخصص لنادي أطباء فلسطين الصحي، اللي هو راح يكون نادي اجتماعي صحي قائم على 25 أو 30 دنم، هدفه خدمة العائلات والأفراد الفلسطينيين في موضوع النقاهة، في موضوع الصحة، في موضوع الرياضة، في موضوع خدمة الشباب والمجتمع. وهذا إشي بدنا نركز عليه إحنا كتير للمستقبل، اللي هي برامج الشباب، اليوث بروجرامز، اللي هي هاي راح تكون يعني هادفة لعنصر الشبابي، سواء كان في الجامعة، سواء كان الناس اللي بادين حياتهم جديدة، انه يقدروا يلاقوا مرافق صحية. نعم. ورياضية. نعم. واجتماعية. نعم. في مكان واحد تحت. نعم. مظلة واحدة. يعني مشروع كبير ومشروع يحتاج الى جهد كبير وبعيد عن التعقيدات البيروقراطية. اكيد. نتشكركم، شكرا لك دكتور احمد عناب، عضو جمعية الرعاية الطبية، والشكر ايضا موصول دكتور إبراهيم غنام، رئيس مجلس الإدارة في جمعية الرعاية الطبية. سعد صباحكم دائما. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، من الطب والمدينة الطبية لموضوع الزي الشعبي التراثي الفلسطيني الذي يواجه خطر الاندثار طبعا بسبب الملابس العصرية التي تطغى على الساحة، لكن المواطنين في مدينة نابلس لا زالوا يحافظون على هذا التقليد. محمد اشتيه والتفاصيل أكثر. في دكان متواضع لا تتجاوز مساحته عدة أمتار في قلب المدينة القديمة بنابلس، يجلس أسعد السويسي منهمكا في عمله مع رفيقة دربه الذي